تجسيداً لخريطة القطاع الفلاحي لفترة 2024-2028 وفي إطار تعزيز وتطوير زراعة الذرة في بلادنا بهدف المساهمة في تقليص الواردات، قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتسخير جميع الوسائل والإمكانيات لتوسيع المساحات المخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي والسعي إلى تحقيق 220 ألف هكتار. وبهذا الصدد تدعو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المستثمرين والفلاحين للمشاركة في هذا البرنامج، مع العلم بأن الوزارة ستوفر كل التسهيلات، وهذا من خلال توفير البذور والمدخلات الزراعية، دعم أنظمة الري وتقديم المرافقة التقنية، توفير إمكانية التمويل عبر قرض رفيق. يستفيد الفلاحون المشاركون في البرنامج سواء بشكل فردي أو منظمين ضمن تعاونيات فلاحية، وكذلك وحدات الإنتاج الفلاحي والمؤسسات الاقتصادية الذين أبرموا عقود إنتاج مع وحدات أغذية الأنعام التابعة للديوان الوطني لأغذية الأنعام أوناب من زيادة في ثمن شراء المنتوج من 4500 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري للقنطار، مع تقليص أجل استلام الفلاحين لمستحقاتهم إلى 72 ساعة. للمشاركة في هذا البرنامج يرجى التقرب من المصالح الفلاحية المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.